وعما شنو تحت الثرى اي شهاده يعني شهادة. الموت هو انا اللي حطيت تسيد في كاتب في زمن يعني ما يقدر يصرح فهيك قال. اذا نستشف من خط الصدرين او الولايه العامه انه يسير نحو فرش بساط الاسلام، وان عارضته الشهاده فهي احدى الحسنيين. صحيح، هو هم الجهاد هم بخدمه الحوضه اخرى، على انه سبحان الله السيد الخميني الله يقدس نفسه حصل النصر ولم يحصل على الشهاده. نعم. والشهيدين حصلوا على الشهاده ولم يحصلوا على النصر المادي. نعم. إيه.